منهم نوزع كواب على روس آل هاشم اللي راح محمد حيدر كل ولد وياه أصحابه إن شاء الله الله يقبل نستخدم على روسهم هاي راح نوزع الكواب اليوم على روس آل هاشم أصحابه كم من الثواب هسه نوزعه على روح آل هاشم على حيدر وأصحابه الأربعة أيام مالتهم سنة سويناها اليوم سود عليه والله أنس عين عليهم أنس عين عليهم أنس عيني حيدر وصحابه الله يرحمهم نوزع كواب على روس آل هاشم اللي راح محمد حيدر كل ولد وياه أصحابه إن شاء الله الله يقبل نستخدم على روسهم هاي راح نوزع الكواب اليوم على روس آل هاشم أصحابه كم من الثواب هسه نوزعه على روح آل هاشم على حيدر وأصحابه الأربعة أيام مالتهم سنة سويناها اليوم سود عليه والله أنس عين عليهم أنس عين عليهم أنس عيني هذا راح ينثر بابا شبيك 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 انت ايه راح يستنى